فنخلص بحول الله جل وعلا إلى آية بينة من البينات، وذلك قوله سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم التي بعدها: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، إلى ما سيأتي بحول الله جل وعلا. نقف وقفتين قصيرتين على هاتين العلامتين ثم نستأنف الكلام بعد مع قول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، إلى آخر الآية. قرأت هذا النص أو هذه الفقرة جميعا نظرا لارتباطها، يا مرتبطة كتلة واحدة. نبدأها إذن جزءا جزءا بالعلامة الأولى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم التي بعدها ذكرت قوله جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هاتان الآيتان مقدمتان لتلك الفقرة من قوله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي قضية سحر. قلت الآيتان الأوليان مقدمتان لقضية السحر كما أوردها الله جل وعلا في القرآن، ثم لحقيقته ولمرجعيته. فأما المقدمة الأولى وهي أن هذا القرآن بينة بنفسه، القرآن ما محتاجش الدليل عليه، هو دليل بنفسه، كما أن الشمس كما أمثل مرارا إذا أشرقت أحرقت، يعني ما محتاجاش هي الاستدلال لإقامة البرهان أن الشمس مشرقة، يعني من سوء التعبير عند العرب بالمنطق منطق العقلي ومنطق لغوي أنه تجي الواحد بصير كيشوف بعينه وتقول له إن الشمس لمشرقة، هو تعبير من الناحية النحوية صحيح لكن من الناحية البلاغية فاسد، لأنك أكدته بإنه وبالجملة الإسمية وبلام توكيد، تؤكد الشيء الذي لا يحتاج إلى برهان أصلا. الشمس مشرقة وراك يشوف فيها، ما تحتاج تقول له إن وتقول له الجملة الإسمية الشمس مشرقة وتزيد لام توكيد لا مشرقة، متى نحتاج التوكيد؟ نحتاج التوكيد عند الشكي والتردد، شي حاجة فيها شك وفيها تردد كتحتاج لها التوكيد، ولذلك الرسل إذا كذبوا استعملوا التوكيد، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا بثالث فقالوا إنا هتوكيد إليكم لا هلم التوكيد لمرسلون، والجملة الإسمية بعد ذلك توكيد لأنه كيتعاملوا مع ناس كذبوهم، فمحتاج هذا الرسل الثلاث أو الثلاثة محتاجين لتوكيدات كثيرة لأنهم يعاملون أقواما شكوا بل كذبوا بهم. فكذلك يعني هذا دابا واحد البيان باش نفهموا بأنه الأمور اللي هي باينة براسها ما كتحتاج لتوكيد. القرآن العظيم الله جل وعلا يحكي لنا ويقص لنا ويرسخ لنا أن الأصل في الحقيقة القرآنية، الأصل في الحقيقة القرآنية ما محتاجش لتوكيد،
طيب قد يقول قائل فما بال القرآن مملوء بالتوكيدات إنه لا قرآن عظيم. هذه التوكيدات هي للذين ضاعت فطرهم، الفطرة ديالو ضاعت فطرهم ونمحت حقيقتهم الإنسانية. ورب العالمين يخبرنا بهذا أن الإنسان السوي الطبيعي ما محتاجش للتوكيد. القرآن إذا قرأه يوصل بشكل يقيني إلى أنه كلام الله جل وعلا. ولذلك قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. بينات مش معناتها واضحات، هذا الشرح اللغوي، بين واضح. لكن رب العالمين يقول لنا آيات، آيات أي أنها علامات، علامات يعني علامات على الحقيقة الإيمانية، علامات على الحقيقة الربانية والنبوية والأخروية والإنسانية. القرآن الآيات ديالو علامات على الحق، على كل حقائق الإيمان. وكيفاش هذه العلامات؟ علامات واضحة، يعني كأنك ترى الحقائق الإيمانية بعينك. لو كان لك فعلا قلب سليم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. فالإنسان السوي، ما كنقولش المؤمن، لا السوي، الإنسان السوي إذا أنصت إلى القرآن بقلب فارغ من الأهواء وبال منتبه فعلا ينشد الحق للحق وصل وبسهولة وبدون طول، ما عندوش طول وما عندوش وقت طويل، وقت قريب جدا إلى صلب الحقيقة الإنسانية وتفسير لغز الكون وحقيقة الوجود البشري. رحنا احنا المسلمين اللي كنقراو القرآن مرات، مع الأسف كثير من الحقائق الإيمانية ما كتبانش لنا، نؤمن بها تقليدا، لأننا لو فعلا أعدنا قراءة القرآن من جديد لكن بأعيننا وبقلوبنا ليس بما قيل لنا وبما ورثناه لوجدنا عجبا. غادي تولي تشوف بعينك، ماشي بعينين باك وجدك والتراث ديالك، تشوف انت بشكل مباشر الحقائق الإيمانية، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. راه الإيمان بالتقليد مذموم، وإنما الإيمان مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان، ولا أقول من كل مسلم، بالاجتهاد دياله ويعيش التجربة الإيمانية. مطلوب أنه يدخل القرآن الكريم بعينه وبودنه، ماشي بعينين غيره وبودنين غيره. ممكن هذاك الذي تدخل أنت إلى القرآن بعينه وأذنيه يكون أقل منك استعدادا، وأنت عندك طاقة وإمكانات ومؤهلات فطرية وروحية أقوى، وتولي ضايع تأخذ نص إيمان وربع ديال الحقائق الإيمانية، وكان ممكن تأخذ أقوى من ذلك لأن الطاقة ديالك قوية ولكن معطلها لأنك تعتقد خطأ أن الذي سبقك ورأى قبلك أفضل منك وأقوى، وهذا غير صحيح أبدا. الله عز وجل خاطب كل نفس في نفسها، لأن حتى واحد ما غادي ينعس معك في قبرك، لا أبوك ولا جدك ولا أي أحد من السابقين ولا من اللاحقين. كل نفس بما كسبت، هي مش غيرها، بما كسبت رهينة. ولهذا طلبنا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفلها. رب العالمين يجزم بأن هذه الآيات كافية وحدها لتوصلك إلى الحق. قرأ القرآن كافي بوحده باش يوصلك للحقيقة الإيمانية. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني آية قوية عطية الضوء مجهد، ما يمكنش ما تشوفش بها، مستحيل. إلا ما كتشوفش بها ماشي المشكل عندها، المشكل عندك أنت. فإذن الغشاوة كاينة في العينين وفي البصيرة طبعا، النظر الوجداني القلبي أو العقلي، فهذا يحتاج إلى إعادة تهيئ من أجل الاستقبال، استقبال الصور والحقائق كما هي، كما ترسلها الآيات القرآنية. القرآن يرسل الآيات، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. أش قال؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. ماشي الفاسقون زعما راهما كفار وما صالحينش، لا، لأنه لو كان ذلك كذلك يكون الكلام كيتعاود وما يكونش بليغ، لأن قال وما يكفر بها، ما يمكنش يكون الفاسقون بمعنى أنه كافرين، راه كفروا بعدا، وما يكفر بها إلا الكافرون، غير معقول.
فالفسق هنا فسق بمعنى أنه من حرف آدميا بشريا إنسانيا. أن الفسق شكون هو؟ الفسق هو الخروج عن الطريق. هذا معنى الفسق في العربية. إن جاءكم فاسق بنبئين، هو مؤمن مسلم ولكن غلط، جيب الخبر مقلوب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئين فتبين، فاسق ما شد شيء الخبر مقد. فالله عز وجل يتحدث عن الإنسان الذي فسق عن قوانين طبيعة، ما بقاش عنده ذوق بشري، ما بقاش آدمي حقيقي. يعني طبيعة الإنسان يفقدها، إما ولا عنده تفكير بهامي اللي يسميه حيواني بهامي، يعني ولا عنده الذوق ديال البهيم، وقع له شذوذ في الفكر، شذوذ في النفس، شذوذ في الذوق، ما يمكنش يشوف. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أما يعني الذي هو سوي راه كافر، ولكن شخصية مقادة عنده الأذواق الطبيعية اللي دار فيها الله باعتباره بنادم، ماشي باعتباره مسلم، لا باعتباره بنادم. الأذواق والموازين والمقاييس اللي عند بنادم الطبيعية عنده مقادة. إذا قرأ القرآن أو أنصت إلى القرآن وجده بينا ووجد الآيات واضحات فسيسلم. إذن هذاك الكافر إذا يعني نصت للقرآن الكريم ورفضه، ما السبب؟ السبب في غالب الأحوال أنه كان نفرضه أنه فهم، تلقى يعني الرسالة، وصلوا الخطاب، ما عندوش سوء الفهم، لا فهم. وكاين هذا النوع مع الأسف وكثير. السبب كيكون هو ما بغيش يسلم، عارفه حق كما هو عند اليهود وسيأتي، وعارفوا دين فعلا يعني كيقول الحقيقة، لكن هو ما عندوش استعداد لهذه الحقيقة، ما فيه ما يعني يترك الزنا، ما عندوش هذا الاستعداد، ما عندوش استعداد ديال يترك الخمور، ما عندوش استعداد يعيش واحد الحياة فيها المحرمات، بغى يبقى حياة بهامية حيوان إباحي. فإذن هذه مسألة أهواء، مسألة أذواق. إذن أنت عندك إذن فلسفة الحياة تعيش كالبهيمة، هذا إذن فقد الموازين الطبيعية للذوق الإنساني. وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الذين انحرفوا عن الموازين ديال الفطرة. أما من كانت فطرته إلى السلامة وإلى الاستواء والتوازن، فإذا أنصت إلى كتاب الله لا يملك إلا أن يكون من المؤمنين. الله عز وجل يحكي لنا هذا القانون القوي، يعني ميزان. ولقد أنزلنا يعني بشكل تقريري واضح متمكن، ولقد أنزلنا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء اللي عندك راه ماشي سهل، نجات في سياق مجادلات الكفار من بني إسرائيل من اليهود بشكل خاص، صدعوه جادلوه، قول لنا شكون اللي كيتنزل عليك، جبريل إلى جبريل ما عندنا ما نديرو به، خصنا حنا ميكائيل. واحد بالعاد ديال الصدع، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كما بيناه قبله. يعني واحد الجدل كلامي لا طائل من ورائه يصنعه اليهود ومن على شاكلته. رب العالمين يقول له هادو غيصدعوك وكيصدعوا رسهم، هذا القرآن وحده كافي دون أن تجادل عنه. ما مستعدش، ما محتاجش القرآن اللي دافع عليه، ما محتاجش اللي يدل البراهين. يعني كيف تبرهن على البرهان؟ هذا احمق. هذا البرهان دل البرهان يفوقش غنساليو. البرهان قائم بذاته بل هو دليل على غيره. ما أحد أرادك يستدل، رحم الله إبراهيم الخواص الصالح الزاهد، لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل. يعني اللي بغى الله وقصده حقا وخكفر وأتحدى بهذه الحقيقة. من قصد أن يعرف حقيقة الوجود ويبحث عن الله بصدق وما زال ما مسلمش، غير يكون عنده الصدق في البحث، رب العالمين راه كاين وسميته العليم. زعما ربي ما سيقلوش الخبر، سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. أرى رب العالمين سيقلو الخبر ويعلم أن عبده فلان اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو المسلم تائه غير تائب،
يريد أن يصل إلى قرارة إيمان، يريد أن يصل إلى حقيقة الإيمان، بغى يعرف الدين الحق، وخا مازال ما عنده خبر حتى الإسلام، الله مطلع على قلبه باليقين سيهيئ له الأسباب، لأن اللي بغى الله ربي كيقول حتى أنا بغيته، هذا رسميته الرحمن الرحيم، يهيئ له الأسباب بشكل غريب جدا، بحيث يبدأ يجي حتى يجيبوا للدين. لما يسلم ويوصل للحقيقة كيبدأ يتعجب في راسه، كيقول شو سبحان الله العظيم، السبب الفلاني رمالي، السبب الفلاني والسبب الفلاني وصلني للسبب الفلاني حتى أسلمت، كيكون ترتيب إذن ديال المقادير، بمعنى أن الأمور من وراها الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت دير حاجة واحدة، أصدقي الحق في طلب الحق، ما تكونش جايب الأهواء ديالك وبغيت واحد الدين يبيح لك الخمر ويبيح لك الخنزير ويبيح لك الزينة، لا ما تشرطش على مولك، شرط حاجة واحدة أنك توصل. فإذا وصلت إذن ووجدت الله حقا هو رب الكون فكن عبدا، انتهى، لقيت رب الكون فعلا هو الذي يملك الكون ويسيطر عليه ويقهر الملك والملكوت، فلا إمكان لك آنئذ أن تكون مفتئتا على الله، افتئات على الله يعني تبقى تفهم على الله. العبد معناه الخضوع الخاضع، هذا العبد، والعبودية الخضوع التام. في الآيات قلت من القرآن كافية وحدها للوصول إلى الحق، وقرأوا أيها المؤمنون قرأوا القرآن وعودوا قرأوا القرآن تجدون عجبا عجبا، بنادم ملي يكون في الخلوة ديالو مع راسو يجبد كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدأ يطالعو بتدبر، ما تهضروش هضر يعني تجري دد دد دد، لا، قراءة ديال التدبر، قرأ وتأمل وقرأ الآية وقف وديها في راسك وجيبها في راسك وحاول تعيشها في النفس ديالك وتشوف من خلالها، لبسها بحال شي نظارة لبسها وشوف بها الكون والحياة وشوف بها النفس ديالك، هتولي لك بحال شي مجهر، بحال شي مجهر كبير عنده واحد القوة ديال تكبير الأشياء والكشف عن أدق الحقائق بواحد الشكل غريب جدا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، إنما اللي ما عندهمش استعداد للنظر والمرايا ديال 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 البصيره ديال المسخة ما غاديش يشوفوا، وما يكفروا بها الا الفاسقون، ما عنده استعداد، ما باغيش هو اصلا، ما باغيش يكون مزيان، ما باغيش يعيش متوازن، باغي يعيش معوج، هذوك هما الفاسقون معوج، ان الفسق هو انحراف، هو اعوجاج، هو خروج عن الطريق. اش من طريق؟ طريق الخلقه والفطره البشريه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، ما عنده استعداد، يبغى يعيش شاذ في الحياة ديالو، شذوذ فكري أو شذوذ مادي أو معنوي أو جنسي أو حيواني كما بغيت تصوره، كل ذلك يسمى فسقا. وطبعا هو كفر ومآله إلى الكفر في نهاية المطاف، أي كي يتبت بنادم على الكفر والعياذ بالله ولا يزيده إلا خسارة. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.